أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم. Dewan Hakim.